لاموني لي غاروا مني وقالوا لي مش عجبك فيها. ام علاء هي اللي وقفت حدي بهذا المجال. نعم. لما بلشت انا بالفن وخي اجا خي نادر اللي هو اللي بيعزف هو قائد فرقة الموسيقية معي وكل شيء، فانا اجت ام علاء كانت خوفا على اولادها وحرصا على اولادها مثلا، قالت لا انا بدي اكون مع اولادي بدي احميهم، وكان ما في فرق كتير كبير عمر بيني وبين امي وراحت صغيره. يعني انا امي لما خلفتني كان عمري 16 سنه. يعني علاء زلزلي كيفك بالمدرسه كانت؟ يا امي انت مش بدك انه بس انجح، عم بنجح بس كملت ووصلت للجامعه كمان. ايه بس عندي حب للثقافه بشكل غير طبيعي، انا تعلمت بالرهبات لقيت وعشت بالحرب، لو عيت لعرفت انه شو معنات مسلم مسيحي، وما بعرف انه انا شيء وهذا شيء. بالتسعين بلشت ما اشتركت ولا برنامج للهوايه، ما بلشت. بلشت انا ببرنامج اول على البي سي مع الاعلامي الكبير الراحل رياض شراره. بلشت بمدينه سور بالملعب الروماني غنيت، وبلش اطلع ببرامج كالاستاذ رياض شراره وقتها والاستاذ سيمو اسمر. انك انشأت هون بسور، يمكن من هون تعلمت الشقاوي، تسلق الجبال،